الحقيقه انه مدينه العلمين الجديده تم تجهيزها بشكل من البدايه كان يعني ليه وجهه نظر مختلفه عن انه هذه المدينه تكون مجرد مصيف او مساله انه المدينه دي تكون مدينه موسميه زي ما احنا كنا متعودين، يعني ناخد بعض نروح اسكندريه بعد اسكندريه الساحل الشمالي، لكن الحقيقه انه المساله هنا كان ليها بعد مختلف، ازاي هذه المدينه تتحول لوجهه سياحيه ترفيهيه ثقافيه ليها بعد مختلف، بعد سياحي مهم الحقيقه انه نقدم تجربه سياحيه مش بس تكون للمواطن المصري لا كمان توصل للعالميه، ده كان شيء مهم جدا. احد اهم هذه الوسائل طبعا هو الفن، لانه احنا لينا دور مهم ورائد كمصر في هذه الصناعة، الفن الحقيقة بكل دروبه ممثل هنا في مهرجان العالمين. خليني أتكلم مع حضراتكم بشكل موسع عن تأثير هذا المهرجان على يعني الحياة الفنية في مصر، وإزاي هذا المهرجان مهرجان العالمين ممكن يؤثر على الحياة الفنية في مصر وعلى الحياة الفنية في الوطن العربي. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الفني أحمد سعد الدين على هذا الموضوع. مساء الخير على حضرتك، ويعني برحب بيك من مدينة العالمين الجديدة ومن مهرجان العالمين، وإزاي شايف هذا المهرجان ممكن يثري الحياة الفنية في مصر ويؤثر عليها في مصر، وخصوصا وإحنا في موسم الصيف اللي بيبقى فيه زوار كتير من الوطن العربي والعالم أيضا. مساء الخير أولا، وعايز أحييكم على التغطية الجميلة أولا، وإحنا بنتكلم على مدينة العالمين، قبل ما نقول الدنيا مشيت إزاي، لا تعالوا نرجع لورا 6 7 سنين. كانت مدينة العالمين تخوف كاسم، لأن كان اسمه مرتبط بحقول الألغام والحرب العالمية الثانية، وكانت مشاكل كبيرة جدا فكنا بنخاف. لكن تحويل مدينة العالمين إلى مدينة نموذجية بهذا الشكل وفيها مدينة فنون، وإحنا بنقول للعالم تعالوا اتفرجوا بقى على مدينة في البحر المتوسط، على شاطئ المتوسط، وصدنا على طول في كان وفي ريفيرا وفي فينيسيا وفي أماكن كتيرة، فإحنا عاملين مدينة نموذجية. الفن هنا هو القوة الناعمة اللي إحنا بنوظفها عشان نقول للعالم اتفرجوا على هذه المدينة عن طريق الفن. ليه عن طريق الفن؟ لأن الفن معناه وجود الفن يعني في أمن وأمان، صحيح، ودي رقم واحد. رقم اثنين، في تخطيط المدينة كان معمول مدينة فنون ومكتبة ومسرح وسينمات وأوبرا وحاجات من دي. معنى كده إن أنا مش بتكلم على مدينة موسمية أعيش فيها شهر أو شهرين في السنة، لا، ده أنا ممكن إن أنا الخدمات الموجودة والخدمات الثقافية تخليني أعيش طول السنة. هنا بقى بقدر أقول إن في عروض سينمائية، عروض مسرحية، عروض أوبرا، فنون شعبية، حفلات، كل أنواع ألوان الفنون أو ألوان القوى الناعمة الجميلة موجودة عندنا، هي دي اللي بتسوق المدينة للعالم، بالإضافة للسياحة الرياضية زي ما حضرتك اتكلمت على كرة القدم الشاطئية من شوية. فدي من أجمل الحاجات الموجودة في الوقت الحالي. يعني يمكن حضرتك أشرت للريفيرا ومهرجان كان على وجه التحديد مهرجان فني عالمي هام جدا. الحقيقة إن أنا شايفة إنه بلدي تمتلك كل المقومات اللي يعني نقدر بيها نكون مهرجان يضاهي هذه المهرجانات العالمية، نمتلك القوة الناعمة، نمتلك الموقع المميز جدا على ساحل البحر المتوسط، ويمكن البداية هنا من مهرجان العالمين ده حديث للعالم كله، والحديث لما يكون حديث فني فهو حديث قريب من القلوب زي ما حضرتك بتقول وبيوصل للناس بسرعة. بالتأكيد، لو جيت إن أنا أشوف مدينة كام، مدينة كان هي مدينة صغيرة جدا، ولكن حديث العالم كله على مدار أسبوعين بس في سنة، وهنا هي التسويق لفرنسا بالكامل، وفي نفس الوقت للثقافة والسياحة الفرنسية والسينما الفرنسية وكمان عروض الأزياء. فبالتالي أنا لما جينا أو يعني إحنا كمصر أو كحكومة لما جت تبني العالمين بنت من حيث انتهى الآخرين، صحيح، مش إن هي بنت على الطراز القديم وخلاص. فأنا عندي كل المقومات اللي تخلي هذه المدينة في نقطة إحنا بنشوفها في السياحة موجودة ويمكن بتلفت النظر شوية. أنا لو في البحر الأحمر أنا ما عنديش منافس كبير جدا في السياحة،
لكن في البحر المتوسط أنا عندي أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وحتى لبنان وسوريا وشمال أفريقيا، كل دول منافسين أقوياء. فعشان كده لما أبتدي أنزل وأبني مدينة على شاطئ المتوسط لازم أكون قوي جدا، لأن أنا المنافسين بتوعي أقوياء. وده اللي حصل في العالمين، سواء على مستوى العمارة زي أبراج العالمين لأنها تحفة معمارية، صحيح، سواء داخل الشواطئ تحفة معمارية واتبنت في وقت قياسي الحقيقة. يعني يمكن كنا لينا الحظ ان احنا كنا موجودين هنا من البداية وشفنا الوقت ازاي ده اتحقق، ازاي هذا التراث المعماري اللي ما كانش موجود، يعني شكل الابراج دي بالتصميمات دي بالحداثة دي ما كانش موجود في مصر قبل العاصمة الإدارية الجديدة وقبل مدينة العالمين الجديدة، ده ما كانش موجود بالتأكيد. وكمان الزمن القياسي اللي اتبنت فيه المدينة 5-6 سنين، تحول من مدينة مرعبة بنفتكرها بس في الحرب العالمية الثانية ورامل والحلفاء والمحور وشهداء العالمين والكلام من ده، إلى مدينة جاذبة للسياحة. ده احنا بنقول صرخة للعالم، تعالوا اتفرجوا على المدينة اللي انتوا عملتوها رعب طول العمر، احنا عملناها مدينة سلام ومدينة سياحة، وبتعبر كمان عن الشكل المصري والفكر الجديد الموجود. صحيح، ويمكن يعني برضو أحد أهم العناصر المهمة في الصيف في مصر السينما، وزورنا من الوطن العربي يعني يهمهم جدا مسألة السينما، وإحنا لسه خارجين من موسم عيد الأضحى المبارك وكان عندنا مجموعة من الأفلام بيت الروبي والبعبع ويعني أفلام عدة الحقيقة، فيلم تاج للفنان تامر حسني، ووجود السينمات هنا في العالمين الجديدة ده يعني يؤثر بكل تأكيد في صناعة السينما، لأنه الناس دي عايزة تيجي تشوف الأفلام وده أكيد هينعكس على الإيرادات. هو عامل رواج ليه؟ لأن أنا عندي سينمات حديثة والأفلام دلوقتي بتتصور بشكل كبير أو شكل جيد جدا، فهذه السينمات لما تعرض الأفلام لكل ضيوف العالمين جايين من كل أنحاء العالم، ده بيعمل رواج اقتصادي في الدائرة الاقتصادية للسينما. بالإضافة بقى اللي أنا أتمناه في الفترة الجاية إن بعض الأفلام تتصور جوه العالمين، يبقى التسويق عن طريق الأفلام، وده اللي يبقى الأجمل، لأن الناس لما هتشوفها، مش كل طبعا مش كل الناس ممكن تقدر تزور العالمين، لكن لما تشوفها في السينما أو في الأفلام أو على الشاشة هتتمنى إن هي تجيلها، وده هيعمل رواج أكبر. فهي دي صناعة السينما، هي ترويج سياحي لهذه المدينة. صحيح، ويمكن ده أحد أهم أدوار الفن. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، ومستمرين مع حضراتكم من مهرجان العالمين الجديدة ومسألة الفن وإزاي بدوره بيؤثر على الترويج السياحي لمصر والوجهات السياحية الجديدة في مصر زي مدينة العالمين الجديدة.